مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات ليالي الكويت. يوم الخميس الماضي حصد المسرح الشعبي الكويتي 4 جوائز خلال مشاركته بمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثانية. وقد شاركت بمسرحية انعكاسات وفاز فيها ضيوفنا الليلة الفنان طبعا خالد أمين عن جائزة الإخراج، والفنانة روان الصايغ عن جائزة التمثيل، وأيمن عبد السلام عن جائزة الإضاءة. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا، وسعداء جدا بوجودكم، وألف مبروك على الجوائز الجميلة اللي حصدتوها. الله يبارك. روان، هذه أول مرة تشاركين بمهرجان؟ لا، هذه يمكن خامس سادس. بس أي مهرجان؟ الشارجة أول مرة، بس أنا مشاركة بمهرجانات في الكويت يعني وايد، كل المهرجانات تقريبا. حلو. ودكتور خالد، يعني اليوم راح يكون اللقاء شويه جاد مع حضرتك. انت مو قلت لي قلتي لي دكتور خلاص معناته بينا جاد. خلاص لا تقول انت مسؤولي احسن شيء والله. خليني على راسي. لا تدري يعني مهرجان ومسرحي وهذا اكاديمي، فلازم شويه نصير جادين. تمرين طال عمرك اللي تمرين فيه. يعني الحلو ان حضرتك سويت المسرحيه ولملمت كل عناصرها وفزت بجائزه احسن اخراج. كنا متوقعين تاخذ صراحه جائزة أفضل عرض مسرحي، ليش فلتت منك أهم جائزة؟ والله هذا عاد التقييم أساساً للجنة التحكيم، والسعودية يستاهلون. إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا فزنا ب4 جوائز، منها بعد أخونا وليد سراب، المهندس وليد سراب المخرج أيضاً إذاعي، فاز بجائزة الموسيقى. يعني أغلب الجوائز التقنية تحديداً إحنا فزنا فيها. حلو. يأتي على جائزة واحدة يستاهلون السعودية، وهم فازوا بعد يستاهلون بجائزة أكيد. طبعاً بس يستاهلون. إحنا مسرح عريق، هم مسرح وليد. صح. لا هي مو عن شري، هي هذه ترجع المسألة لتقييم لجنة التحكيم. كل لجنة لها سياسة خاصة فيها بتوزيع الجوائز. بس شنو حسيتوا خالد يعني متفوقين عليكم فيه بالمسرح؟ يعني هل إضاءات، هل ديكور، هل فنانين؟ اللي ميزهم عنكم يعني. قالت غادة يعني. ما قالت غادة يعني هل عراقة المسرح عندنا في المسرح الكويتي شو اللي ميزهم عنكم خذوا الجائزة الكبرى؟ هي شوف كل توجه كل لجنة من اللجان خاص. أنا مثلا عندي توجه مثلا في اللجان يختلف عن شخص آخر. أنت لما تيجي تقول أنا يعجبني الشيء الفلاني، هذا مثلا يعجبني اهتمام السينوغرافيا، يجوز أن اللجنة كان عندها اهتمام في طبيعة السينوغرافيا المستخدمة اللي هم كانوا استخدموها، هم استخدموا قطعة واحدة لعدة استخدامات. يعني كان صندوق سووا سيارة، سووا سفينة، ردوا سووا كبت، ردوا سووا سجن، كان من قطعة واحدة لها عدة استخدامات. الملابس كانت معلقة في كل مكان فكان يروحون. كان عمل جميل يعني، وهذا تحدي مشروع. احنا تفوقنا ايضا في السينوغرافيا، يعني دكتور عنبر وليد ما قصر في موضوع السينوغرافيا اللي سواها. تحديدا احنا كانت اغلب العروض لعب على مسرح اسود، والمسرح الاسود خطر استعماله، لانه ممكن تستعمله بخدع بصريه، ممكن تستعمله في قطع خاصه مثل ما هم استعملوا قطعه، وممكن تستعمله كفراغ. احنا كان عندنا فراغ ومستويات فيه. حلو. كان هذا سر نجاح عرضنا يعني بجائزه الاخراج تحديدا. عاد الحين بعدين من يفوز من ما يفوز، احنا ما تضايقنا كلش. وانا اول المهنين كنت وقمت وصفقت وصارخت لحصولهم على هذه الجائزه، ويستاهلون. استاهلون. وايضا ان شاء الله انه يبدون عاد يتطورون ايضا في عمل عروض جميله ثانيه يطلعون فيها ونشوفها في المهرجانات يعني. والان الدور على اعتقد راح يكون مسرح الخليج العربي ان شاء الله بعد سنتين في الدوره الثالثه للمهرجان، وعسى الله يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هذه كانت اول تجربه لك اخراج مسرحي؟ لا، هاي مو اول تجربه. انا دشيت اغلب مهرجانات الكويت اللي هي طبعا ما عدا مهرجان الشباب، لاقتناعي بان لازم اترك مجال للشباب، اقصد الشباب اللي هم تحت اللي هم طلبه عندنا بالمعهد تحديدا. يعني طلبة المعهد أو الهواة اللي موجودين من خلال مسرح الشباب، في مسرح الشباب العاملين في مسرح الشباب، أو أيضا اللي عندهم فرق مسرحية صغيرة هم شباب ما دون العمر، هم كانوا يروحون يشاركون هناك. كنت أنا عضو هيئة التدريس إني أدش معاهم على قولتهم It's not fair يعني. طيب هذا يعني عفوا مو عشان بدون ما أقطع كلامك، لكن كإخراج مسرحي. نعم. أنت ما قاعد تقدم إخراج بعد تلفزيوني مسلسلات مثلا؟ لا 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 لا. ليش؟ شنو الفرق عندك يعني؟ انا مؤمن بالتخصص. يعني انا مؤمن اني احب اتخصص في مجالي. شنو الفرق بينهم يعني؟ صعب يعني ولا في هناك فرق؟ طبعا هذا تكنيك وهذا تكنيك اخر، بس انا كنت حاط هدف بحياتي اني لما اوصل سن ال40 راح ابتدي بالاخراج. فانا اول مسرحيه فعلا اخرجتها في سن ال40. لك طول العمر ان شاء الله. روان، الحين طبعا انت يعني شاركتي في المسرح، بس يعني يتهم البعض المسرحيات المشاركه بالمهرجانات
انها يعني غير جماهيريه، ما فيها يعني شباك، ما تجيب فلوس بالشباك. فش رايك بالمقوله هذه انت؟ هو صح، للاسف مسرحياتنا الاكاديميه محصوره حق النخبويين او الاكاديميين اللي يفهمون بهالنوع من المسرح. لان يبيله نقد، يبيله تفسير، يعني يبيله باك جراوند ثقافه، عشان خصوصا بالمجال المسرحي، عشان الواحد يقدر يستوعب او يلملم العرض بنفسه الاكاديمي. بس الاخر سنين قمنا نشوف في ناس ما كنا نشوفها قبل. يعني من الجمهور العادي قاموا ناس متذوقين، اي صار ناس تتذوق حق الفن والمسرح اكثر من قبل. ومو نجوم يمكن بالمسرحيه اساسا، يمكن لا ما في تلقى شباب خريجين معهد مثلا يبدون. نادر يكون في نجوم في على المسرح الاكاديمي. صح. ممتاز. طيب روان، يعني انت من دشيتي وانا اسمعك تحكين انجليزي، وبالمسرحيه ما شاء الله عليك يعني مخارج الحروف والنطق بالفصحى شيء لا يعلى عليه. يعني حتى لما تعصبين، حتى لما تحمقين، حتى وانت بسرعه بسرعه، ما يعني الكسره والضمه والفتحه شلون قدرتي كذي؟ انا اوريدي لغتي العربيه زينه من حتى من قبل ادش المعهد، وبعدين دراستي في المعهد العالي قوت لغتي اكثر، وبعدين في مشاهدي لما احمق فيها احمق فيها وعصب يعني بدليات باللهجه العاميه، بس ترى ما سويتها بالفصحى. خالد كنت كل ما اسوي المشهد اللي اعصب اللي انفعل فيه، روان ترى ما سمعت منك ولا كلمه، ردي عيدي وكلمه كلمه حرف حرف ابي اسمعهم. طبعا لين خلاني اعيد مليون مره 200 مره لين يعني عصبي هو. اوه اوكي. انزين عصبيتك هذه دائما المخرج لازم يكون يعني شويه قوي. لا والله قوي صح. اي لازم يكون قوي، شخصيته تكون قويه. انت سالت سؤال وايد مهم على فكره، وشوي انقال، ودي انا اضيف اضافه بسيطه على اساس لا اخذ من وقتك. الحرب اللي انا قاعد اعيشها طوال سنواتي من تخرجي اني احاول اني ادمج ما بين المسرح النوعي الاكاديمي ومسرح الجماهير. هذه حربي مع نفسي مو ضد احد. عدم تقبل الاكاديميين لي انا بمسرحي تحديدا لما اقدم لهم مسرحيه، وهم يبون وايد فلسفيه. فانا في يوم من الايام كان اقول لهم انا بقدم لكم شيء فلسفي، قدمت لهم شيء فلسفي وايد يننهم. يعني قالوا وايد فلسفي، قلت لهم لانكم انتم دائما تبون هالنوع من المسرح. هذا ما يحبه جمهورنا. جمهورنا يبي شيء رغبه بالمسرح. ترى العزوف اللي صار سبته احنا مو هم. يعني لا نقط اللوم على الجمهور وثقافه الجمهور، احنا السبب، احنا نحشناهم. لذلك انا الحين قاعد اشتغل شيء حلو بيجي لك. لذلك انا الحين قاعد اشتغل على اعاده الجمهور الى مسرح النوعي، سنين صار لي. لذلك ايش قالت؟ قالت بدنا نشوف جمهور جديد. انا قاعد اشتغل على الموضوع هذا تحديدا صار لي 6 سنوات. ما شاء الله. وفعلا صار في جمهور جديد. يعني اذا لقيت نتيجه خالد، بالعكس هذا يعني شيء مفخرا لنا كلنا حتى كفنانين. والله في نتيجه مهمه، وفي جهد جهيد من مجلس الوطني للثقافه والفنون صراحه لدعم هذا الموضوع تحديدا. قاعد يصرفون، بس تبي الصدق يعني في كسل من الشباب بالانتاج، واحنا صدق نبي زياده بعد. يعني انا يعني الود ودي اني ما اعرض عروض لمهرجان، بس احنا مشكلتنا عروضنا يتيمه تموت بعد المهرجان. بعد المهرجان تعرض بعد، يعني حرام شغل 4-5 اشهر لعرض واحد يوم واحد فقط وينتهي. زين المسرح ما نقدر تحوله تجاري مثلا؟ يصير ينزل بالعيد مثلا. يصير. مسرحيه ناجحه مثل مسرحيتكم هذه انعكاسات خلونا مثلا في العروض اللي ان شاء الله فيها بعيد الفطر. نعم تقدرون تسوي. شوف اعياد ما تدش هذه العروض، انت لازم تربي جمهور لها. الحين دور الاوبرا مثلا، دار الاوبرا في سلطنه عمان ترى ما كان لها جمهور بالبدايه. الحين دش دار الاوبرا تشوف جمهور عماني تحديدا. حلو. هي ربت جمهور خاص. لا الحين بعد دار الاوبرا عندنا اليوم افتتاحيه عرض ايكاروس، فنبي نشوف انعكاسات بعد. شفتي شلون؟ لا الحين عاد طبعا وضع دار الاوبرا لازم مو بس عروض عاديه، لازم عروض اوبراليه تحديدا. ما تدش فيها العروض العاديه. الان احنا عندنا مسارح، اعتقد عندنا ايضا مجمعات فنيه الان صارت. مثل عندنا مجمع الشيخ سعد العبد الله اتوقع، اللي هو كان مدرسه عبد الله السالم. هناك ايضا ممكن يصير في عروض مهمه. انا اعتقد فكره ليالي مسرحيه اللي اسستها، طبعا اللي اسسها مجلس الوطني للثقافه والفنون، هذه لازم تطور الان اكثر واكثر. بس ان شاء الله نتمنى هالشيء. اختصارا يعني قبل شوي قلت لي انت مؤمن بالتخصص، لما ذكرت عن موضوع الاخراج المسرحي. انت مثلت واخرجت، وين تلاقي نفسك اكثر، كمخرج ولا كممثل؟ وليش ما مثلت بهذه المسرحيه؟ بالمسرح مخرج.
بالتلفزيون والسينما. أنا مشاهد ممثل. ممثل ممثل أنا مشاهد أشوفك ممثل بس بالمسرح أنا الآن لياقتي المسرحية لله الحق هم يتمنونني أمثل بس أنا لياقتي المسرحية طاحت رغم إن يعني أنا أنت تبين لا أنا لياقتي المسرحية الحين طاحت يعني محتاج إني أليق وأنت رياضي وفاهم اللعبة وأنا أيضا أنا نتعب إحنا دي والله وأنا أيضا أنا عارف إن لياقتي المسرحية الآن محتاجة إلى إعادة هذول أنت لا تشوفين شو أسوي معاهم يعني الخيزرانة موجودة يقعدون بالضبط 3 ساعات لما يشوتون مسرحية كاملة مدتها ساعة لا تشوفين شو يصير فيهم ينهكون فأنا عشان أرفع اللياقة هذه محتاجة إلى وقت طيب سؤال أخير ناخذ منك إجابة سريعة المسرحية كان فيها وايد شيء من السوداوية ليش؟ يعني ما كانت يعني كانت وايد ما كنت صراحة يعني؟ متعبة طبعا عطهم المونولوج الأخير مع المسرحية والله صدق يعني ليش اخترت هالنوع المونولوج الأخير كان هو لب المسرحية تحديدا لا هي شوف مو سوداوية 100% هي طبعا سوداوية هو كوضع العام الآن اللي صاير يعني أنا نوعي مؤمن بالمسرح اللي جذوره سياسية الوضع ملتهب في المنطقة أصبحت استباحة الأرواح والقتل صار جدا عادي لذلك أنا أرثي الوضع العربي في مسرحنا لأن احنا مسرحنا طول عمره ترى يناقش هالقضايا تحديدا حتى المسرح المحلي كان في وقت من الأوقات وفي ناس الحين كل ما أشوفه يقول يا ريت مسرحنا هذا يرد قبل أوكي يرد أيضا بجهود لازم تكون موجودة نتمنى شكرا لحضوركم نورتنا مبروك شكرين وما قصرتوا ومبروك على الجوائز واكيد كنت ضيوف رائعين على ليالي الكويت الله يبارك فيكم ثانك يو روان حابه تضيفين شيء انا نبي نشوفك بالتلفزيون اكثر راح تشوفوني ان شاء الله يا رب كان لها تجربه مع عبد الله طليحي عندي في عندي بين قلبين اي صح بس احب اشكر استاذ خالد امين لان آمن بموهبتي صراحة من عقب ما شافني بمشروع التخرج عقب ما سويت فيز إنزين عطاني هالفرصة بمهرجان الشارجة وإن شاء الله يا رب تأخذني ببطولة كل أعمالك القادمة يا رب عسى الله يوفقكم إن شاء الله إذا مشاهدينا مستمرين بفقرات لأهل الكويت عندنا الحين كلمة رأس مع المذيع سعود أبو شيري خلكم معنا بعد الفاصل